السلام عليكم، مرحبا بالناس اللي يشاهدوا فينا داخل الوطن وخارج الوطن. الناس اللي معنا نقول لكم مرحبا بكم في قناة شوبير دي زد. اليوم الحصة تاعنا وهي نقاش يعني مثير وجدال حاد يعني بين معزوزي وزكريا عن تصريحات عبود حول تمني بعض الصحفيين خسارة المنتخب الوطني الجزائري. يا ما شوف هذو الصوالح والله العظيم راني يعني نحوس كيفاش الايبيتي هما الناس، يعني لولا بعض الناس اللي يرسلونا هيا انا وراي باش نوريكم بلي ناس يرسلونا والله ما نتفرجهم، امنوني بالله. هاي لا وين خو هادو خاوتنا وشو يرسلوا لي هذه كيما هذه يرسلوا لي سلك يقول لك شوف والله العظيم ما نتفرجهم، اقسم لكم بالله ولو كان ما يرسلوليش يقول لي هذيك منا والله ما نشوفهم، خاطر ما عنديش قنوات تاعهم تبعهمش. تهبل ولا تبع انتوما الناس، ناس واحد في واحد غير هنا كيما ذا هذا معزوزي غيامس طايح على لونترينار يقول له نتايا عندك عقليه خامته، ويقول له بلي نتايا قست الاعلام تاع الجزائر قست التريكو، وتقول بلي ما خاصناش ناس كيفاش نجيبو من قطر، وتدافع على ماجر، وتقول بلي هذا المنتخب ما يمثلنيش يمثل بفرنسا، واليوم جاي انايا تقلب البيستا ونجي. انت راك انت واحد انت نقولوها لك راك باطل قومي عند جماعة اللي امنوا دحمان حوافر وامنوا ذاك بوكلبة وامنوا ذاك راك باطل قومي عندهم، يعني راك زعما راك برومي عندهم، راك محامي تاعهم بكل مقاييس. مانيش نشوف هاد الصوالح كي راني نقول لك كيما هاك، مانيش نردك انا راني سال عليك، انت عندك مصلحة راك تيري عليها، تيري على المصلحة تاعك، عندكم مصالح نتاعك. أنا نبقى مخلوع من يقول له وين كان هذا الإعلام في وقت الحاج محمد راوروا ما كانوش ينتقدوا، ها أو أنت ما خليتش أو دعمي أنت كنت محدد، وين ما يدي بلاصي حدد دي بلاصي معاه، آخذ ديبلاسمون تاعك المغرب، راك عاقل عليها واش راك عاقل؟ داير شورت، أنت داير شورت، داير بارميدا، راك عاقل عليها واش راك عاقل؟ لياس ما راحت تلعب في المغرب وقيل الرجاء ولا الوداد، روحت معاهم واو لله واو لله. راه خويا جاي تقصر علينا، جاي اليوم تايا راك تابع ولا ومنا ومنا ومنا، بحال حنا كنا نهار الاول كنا هذا المدرب ندافعوا عليه، بصح هو ما ردش عليكم انتوما، رد على الناس اللي كان دافع عليه، رد على الناس اللي كان دافع عليه، انتوما ما كنتوش دافعوا عليه، انتوما ركبتوا الموجه برك الموجة ركبتو هذا مكان من أجل مصلحة. أنت كي راك تجي تدافع راك تدافع على ساتشي وراك تدافع أنت بيك لونترينار، والله ما بيك لونترينار كاع، أنتوما خايفين لونترينار هذا يطيح، أنتوما طيحوا يطيح أنتوما طيحوا كاع، أنتوما هذي اللي خايف. خليني مشاني على هذوك لي باطار تاع اليوتيوب هذوك لي يتنابحوا دايرينهم يمحوا، لا مشاني أنا ليكم أنتوما كاين واحد الريسان هذي هي جاي تورونا انتوما ضربك بي تورونا طريق انتوما. هو دوك عنده معطيات قام بالتصريح، هو التصريح يخصو هو، فهمتني انا جوري ايمي وكان صالح باي يزيد يتعمق باش اليوم انا وعادل حنا فريق لازم نتعمقوا معاك. نهار اللي قلت لهم بلي انا ما نتفرجش في ليكيب ناسيونال هادو يمثلوا فرنسا، حنا فريق نورمالمون نتعمقوا مع فريق نعلقوا على هذا التصريح الخطير باسكو هنا يعني التصريح اللي قلته كاين هذا التصريح يعني والله العظيم غير سي تري غراف باسكو الصحفي هو ديجا مهنه نبيله، على بالك عندك تخرج تلفظ بهذا الكلمات ولا هذا الجمل اللي يعني تعتبر خيانه تعتبر خطيره، لكن انا ما نقدرش نجوجي انا ما سمعتش، هو قالها يتحمل المسؤوليه، لكن انا ما نقدرش نلومه على التصريح هذا. انا الصحفيين، الا ترى بانها ستشوش على بيت المنتخب الوطني؟ شوف تصريحات صالح بيعبود نكونوا صراحه ما عنديش مشكل انا معاه، وستان كونفرير على كل حال، شوف اخلاقيا ومهنيا من العيب والعار تطلق النار تفتح النار على زميل المهنه صالح بيعبود فتح هو صالح بيعبود قالوا له اهدر، خاطر على يدي 55 مليون في الشهر، كان يدي 30 ومن بعد 45 بعد 55 مليون بالكونترا الجديدة تاع المشرف تاعهم، هذا مكان النار على زملاء المهنة، من العيب والعار ان تبني معلومة من مصدر مجهول مكانش علاش
لو كان هو سمع، لو كان هذا صالح بيع بوت، علاش انا نقول لك هكذا؟ لو كان صالح بيع بوت دار ديكلاراسيون وقال اليوم التقيت انا مع زوج زملاء صحفيين ونسمع فيهم انا في البون دو توش يقولوا ان شاء الله كيف ناسيونال يخسروا شويه، يقول قالوا لي دو جورناليست يحكيو حنا راه دوكا رانا في الروايات يقال يحكى نقل اليه الخبر سي فو، ما تعملش هكذا، انت راك تتعامل في هيئه مسيرة لكره القدم، انت راك شخصيه غير عاديه، انت راك مكلف بالاعلام في اتحاديه جزائريه لكره القدم، كل كلمه راك مسؤول عليها سبحان الله العظيم، ما تتكلمش فقط. زيد انا نروح لك بعيد، اليوم يا صالح بيع بوت انت واحد الوقت وتكلمت وقلت باللي الملف تاع الرئيس الاتحاديه السابق خير الدين زطشي اللي تم رفضه في لما ترشح لعضوية المكتب التنفيذي في الفيفا، انه الوشاية كانت من الجزائر، ودرنا الاجراءات لمتابعة الواشي وعدنا وسنفضحه امام الرأي العام. حكاية مرت عليها 4 سنين ما كاش متابعة، هذه وحدة. تكلمت وقلت من الفيفا راح تعاقبنا لو كان ما كيفوش القوانين، هذه حقيقة. قال شوف معزوزي قال لك هذه حقيقة، علاه؟ قلت هو كان يهدر فيها وعلى باله باللي هذا اللي راه امين عام في الاتحاد الافريقي كان خدام في الفيفا وكانوا يرسلوا له اموال ويكاشو هو يكاشي ويرسل على ذيك تعاقبنا. انا قريت علاش ما تبقش قانون عادل؟ خليني نكمل. حرام عليكم. واش قال عبود؟ واش قال اللي داروا له؟ شكون دار مين في الفيسبوك راهم يسبوه؟ شكون انت تكمل لنا بالاسف معليش انت ما تسبوش كما انت ميكوت شيط حناشي مسكين الله يرحمه. ترانا في دولة القانون، كاين العدالة يا خويا، اللي غلط يخلص يا سبحان الله. ماناش عايشين في فجر، كاين قانون يا خويا. انت تعديت الصلاحيات وتعديت الخطوط الحمراء، كاين اجراءات قانونية. بصح انت يا تقول لي باللي رئيس الاتحادية السابق صرات خيانة وصرات وشاية يا خويا، كل واحد يولي يشك في روحه. صرات اجبد لي الاسم وروح عدنا العدالة، كاين قانون، رانا في دولة القانون، رانا في الجزائر الجديدة يا خويا. روح جيسكوبو، عندك حق ندافع على حقي، انا عندي حق ندافع على حقي، وانا من حقي نحوز على المعلومة. انت يا هذا ما درتهاش، قلتوا عدنا ملف ثقيل، حنا كي كنا نقولوا باللي خلاص قضي الامر ما نروحوش للمونديال، طليتوا علينا وقلتوا لنا باللي انتم الجالية الكاميرونية وحطونا في خانة الخاينين، وقال عندنا ملف ثقيل وسألنا تدرس الفيفا، ومع مرور الوقت ما كان لا ملف ثقيل لا ملف فارغ. قال لهم غادي نتفرجوا مور التلفزيون. لا خوتي عبود باقي 10 ايام قال باللي الفيفا مازال ما ردت لناش يا سي مصطفى معزوزي. اسمح لي انا نحب راك مسؤول، عندك معلومات، عندك معطيات نتكلم عليها. وانت سي مصطفى معزوزي في الكونت تاعك شعمل واحد يهضر معاك تعايرو وتطيح له بالتطيح؟ انت في الكونت تاعك شعمل واحد تعيط تعايره بالتطيح؟ راك شارجيتكم اسمح لي انت بالادله، انا راني مكلف بالاعلام، انا عندي المعلومه، عندي هذا الملف ولا عندي هذا. قال اليوم عادل. تلقينا مراسله وتلقينا كذا نقدمها، ما عنديش معليش عادل نبقى نتحفظ. يا ودي روح تربحها سي مصطفى، روح تربحها. نورمالمون واحد يكون عنده مبدا، تكون عندكم مبادئ، ما عندكمش انتوما النقطه السوداء فيكم، ما فيكمش مبادئ، ما عندكمش مبادئ، كاش مبادئ، ما كان والو خويا. عندي الامس نتايا ضد من بعد قلبت ومن بعد جيت ومن بعد درت ومن بعد تروح ومن بعد تعاود تولي انت على شو على حساب المعلومات اللي عندنا. يعني انت كاع غيظاتك هذا الاعلام ما وقفش معاك في الدوره اللي ديرها، ما مشاولكش الدوره اللي ديرها، الدوره اللي ديرها من عام لعام ما مشاتلكش. على هذيك راهي غايطاتك على الاعلام، ناس ما وقفتش معاك، ما يوقفوش معاك في هذيك الدوره اللي ديرها، ما وقفوش معاك زعما ما داروش حمله كبيره هكا وكلش، ما داروش حمله كبيره. كون مشيت تنشروا نتوما في الفيسبوك ما كانش يسمع بديك الدوره، هذا ما كان. جيت اليوم انا تكسر علينا البيت، تعطونا قرايتكم نتوما، قرايتكم بيت تعطوها لنا ذراع. هذيك الناس يتهدر، الناس من الحق كل واحد ينتقد، ما كاش لي الانتقاد هذا. رانا بنادم راه يهدر يشوف فيها عوجه، وهذا رئيس، هذا مكلف بالاعلام،
تقول خدام عند مره خدام هذا، يقولنا عند مره خدام، يقولنا عند مره خدام، يقولنا خبرنا عند مره خدام، بس ما عرفوا هكا الحقيقه وصايك. ما تنساوش عطونا جيم كومونتير وبارطاجوا لنا لي فيديو تاعنا، وان شاء الله دائما معكم بجديد. نمشي ابوني معنا وربي يحفظكم ساعه طولكم.